أسبوع واحد يفصل التونسيين عن أهم محطة من محطات الأزمة التي تمر بها البلاد منذ نحو العامين، إذ سيتوجهون للاستفتاء بنعم أو لا على مشروع الدستور الجمهورية الجديدة. هذا الاستفتاء يجري وسط حالة من الانقسام الحزبي بين مؤيد ومعارض، في وقت تقول فيه بعض التقارير الإعلامية بأن حملات الحشد للمشاركة بهذا الاستفتاء شابها بعض الخروقات، وبأن الشارع غير متحمس لهذا الاستحقاق المرتقب. الآن نرحب بضيفي من تونس بالحسن اليحياوي، الكاتب والمحلل السياسي. أستاذ بالحسن، أهلا بك. كمتابع، كيف تبدو لك الأجواء؟ هل يلمس فيها حماسة من قبل التونسيين للخروج والمشاركة في الاستفتاء والتصويت كذلك بكثافة؟ نعم، مساء الخير دكتور طارق. في الحقيقة نعم، قد يبدو المشهد خارجيا أنه ليس هناك هذه الحماسة المنتظرة أو هذا الشغف المنتظر بهذا الموعد، موعد 25 للاستفتاء الأول بالنسبة للتونسيين. ولكن في الحقيقة أيضا يمكن ملاحظة أن ثمة نشاط لا يستهان به، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، الفضاء الأبرز والأمثل بالنسبة للتونسيين. على مستوى الشارع نعم، ليس هناك تلك البهرجة التي اعتدناها أثناء الحملات الانتخابية التشريعية أو الرئاسية مثلا، ولكن الأمر قد يبدو مفهوما نظرا إلى طبيعة الموسم حاليا، هذا الموسم الصيفي، هذا الموسم السياحي، موسم العطلات المدرسية وأيضا عطلات الموظفين وغير ذلك. ولذلك خارجيا قد يبدو المشهد أنه ليس هناك احتفاء كما يجب أو استعداد كما يجب بالنسبة للتونسيين، أو انتظار ربما كما يجب بالنسبة للتونسيين على هذا الموعد. ولكن هذا طبعا لا ينفي أن هذا الموعد واحد من أهم المواعيد بالنسبة للتاريخ الجمهورية التونسية، تاريخ الدولة التونسية منذ سنوات الاستقلال في 56 إلى اليوم. هذا واحد من أهم التواريخ التي يمكن أن تحدد مسار البلاد والعباد لعشرات من السنوات القادمة. طب طالما أن الأمر يلمس بشكل واضح على مواقع التواصل الاجتماعي، وأن المجتمع اليوم منقسم إلى فريقين، فريق يذهب يريد الذهاب إلى الجمهورية الجديدة، وفريق يخشى من هذا الدستور على تونس لأنه سيكرر سلطات أوسع للرئيس قيس سعيد، برأيك طبيعة النقاش قبل أسبوع من موعد الاستفتاء، الكفة لمن برأيك يعني لها رجحان ربما؟ نعم دكتور طارق، في الحقيقة يمكن تقسيم الآن الجهات بالنسبة لمواقفها للاستفتاء. ثمة جهة تطلب مقاطعة هذا الاستفتاء تماما، وثمة جهات ثانية يمكن التعبير عنهم بموالاة مسار 25 من جويلية تطلب المشاركة في الاستفتاء. قد يكون طلب المشاركة في الاستفتاء يعني ضرورة أن من يشارك في الاستفتاء سوف يصوت لصالح هذا الدستور على اعتبار أنه مساند لمسار 25 من جويلية. بالمقابل المعارضة تدعو إلى مقاطعة هذا الاستفتاء تماما. بينهما ثمة بعض الأحزاب أو بعض الجماعات التي قد لا يعتد بأرقامها وبأعدادها التي تدعو للذهاب إلى الاستفتاء والتصويت عليه بلا. هذا تقريبا كيف يمكن تقسيم المواقف السياسية عموما من تاريخ 25 من جويلية. نعم، أشرتم إلى نقطة مهمة جدا فيما يتعلق بتخوف بعض التونسيين من السلطات الممنوحة لرئيس الجمهورية، وفي الحقيقة هذا التخوف ليس في محله، لأنه من طبيعة النظام الرئاسي أن يمنح لرئيس الجمهورية جملة من السلطات، بل لعل الدافع الأساسي الذي يدفع به جمهور الموالاة للذهاب والتصويت لصالح هذا الدستور هي هذه النقطة بالذات. ففي العشرية الأخيرة تم تحويل سلطة الدولة إلى أرخبيل من السلط، هذه الأرخبيل من السلط سلطة تضادها سلطة وتسقطها سلطة، وبالتالي من يمتلكون هذه السلطات كمن يمتلك سلاح الردع النووي،
إذا أسقطتني أسقطك. هذا ما جعل سلطة الدولة ضعيفة وجعلها عاجزة على حل المشكلات، وجعل حتى المواطن التونسي أو المؤسسات أو رجال الأعمال لا يعرفون تماما إلى أي جهة يجب أن يتوجهوا حتى يتمكنوا من حل مشاكلهم، سواء كانت قانونية أو كانت شيء آخر. لعل هذا هو الدافع الأساسي الذي يدفع بجمهور الموالاة للذهاب والتصويت لصالح هذا الدستور، أن يكون ثمة طرف بعينه يمكن أولا وقبل كل شيء محاسبته على نتائج القرارات التي يتخذها أو تسيير الدولة التي يتخذها. خلاف ذلك كان هو السائد ضمن هذا النظام الهجين الذي شهدته تونس بموجب دستور 2014. طب من وجهة نظرك أستاذ بلحسن، ما هي النسبة التي ربما تعول عليها السلطات في تونس، نسبة المشاركة المئوية التي عندها يمكن القول أن لهذا الدستور مشروعية؟ نعم دكتور طارق، انتخابات 2019 التشريعية شهدت نسبة مشاركة في حدود 39%. في تصوري إذا شارك في الاستفتاء، إذا وصل نسبة المشاركين في الاستفتاء إلى هذه النسبة أو تجاوزها، فهو يعني أن شرعية نتائج الاستفتاء سواء كانت نعم يعني لصالح الدستور أو كانت ضد هذا الدستور لا يمكن الطعن بها تماما. إذا ما قلت نسبة المشاركة على هذه النسبة، فهو سوف يفتح الباب واسعا أمام الطعن في مدى مشروعية هذا الدستور، بل الطعن في مدى مشروعية المسار ومشروعية الرئيس قيس سعيد نفسه. إذن أتصور الآن أن السلطة والرئيس قيس سعيد يتطلع إلى نسبة مشاركة توازي 39-40% أو تتجاوز هذه النسبة، ولكن تعودنا الآن أن نتحدث سواء عن الانتخابات أو على الاستفتاء على نسب تفوق 50% حتى يمكن أن نعطي تلك المشروعية المطلقة لنتائج هذا الاستفتاء أو غيره. ولكن يجب أن يعلم التونسيين أساساً أن نتائج هذا الاستفتاء سوف تعتمد مهما كانت نسبة المشاركين في هذا الاستفتاء، وبالتالي الدعوة إلى مقاطعة الاستفتاء ليس لها لا أثر قانوني ولا أثر ميداني ولا تعكس حتى ممارسة ديمقراطية. من الضروري أن يذهب التونسيين للمشاركة في هذا الاستفتاء بقطع النظر من موقفهم من الدستور نعم أو لا، حتى يمكن أن نمنح لأنفسنا فرصة لإصلاح ما يمكن إصلاحه. أنا أشكرك من تونس بالحسن اليحياوي الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك.